بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا دلوقتي على ايزابيل، وهنتكلم على حاجة مهمة عندي وهي الريبورت. اول ريبورت عندي حاجة اسمها CDR ريبورت، كول ديتيل ريكورد. تمام يا جماعة، دي بتطلع لي تفاصيل كاملة عن المكالمات بتاعتي. يعني ايه؟ يعني بصوا كده، التاريخ الفلاني، السورس الفلاني، كلم الديستنيشن الفلاني، عن طريق الشمال الفلانية، عن طريق الديستنيشن الشانل الفلانيه، الحاله بتاعتها نوت انسر، ديوريشن قد ايه. تمام، كل الديتيلز بتاعتي. طب هنلاقيها ياما قوي يا جماعه، زي ما احنا شايفين هنا مثلا في المثال بتاعي 69 صفحه. انا ممكن اتعامل معاها ان انا اعمل فلتر بتاريخ معين، بوقت معين، بديستنيشن، بسورس، سورس شانل، حسب ما انا عايز. هي مثلا هقول له مثلا السورس بتاعي الرقم الفلاني، تمام، الستاتس بتاعتها ايه، البيزي ولا الانسرد ولا الفيلد ولا نو انسر. مثلا هجيب هنا نو انسر، هقول له فلتر. تمام، طلع لي هي المكالمات النو انسر على منين يا جماعه؟ السورس بتاعها الفلاني. تمام، كان ممكن بدل ما تبقى سورس يبقى هو ديستنيشن. تمام، ونو انسر برضو فلتر. شايفين يا جماعه؟ طلع لي ديتيلز عن المين يا جماعه؟ عن الديستنيشن ده او عن المكالمات بتاعتي. الحاجه الثانيه عندي رسم بياني كده هيظهر عندي، تمام، عن الحالات بتاعت الشانل بتاعتي، الشانل، استخدامات الشانل عندي. رسم بياني عندي بسيط كده، تمام، قد تحتاجه لسبب من الاسباب. يعني طبعا لو بيلنج، لو انت عامل نظام فواتير، نظام ريتس للمكالمات بتاعتك كام، بتقدر انت تعمل هنا الريت اللي انت عايزها، الشكل بتاعها ايه، مثلا الاسر كل المكالمات، تمام، النيم بتاعها ايه، تمام، حسب ما انت عايز. هسميها اي اسم انا عايزه، مثلا ايه ايه، تمام، باي مينت قد ايه، تمام، مثلا واحد. طبعا العمله بتاعتي انا مظبطها هنا دولار للاسف، يعني يخفي منها كام ديجيت لو هي ديجيت ياما. الترانك بتاعها اسريت، مثلا كل الايه الحاجه. طبعا احنا في الشغل بتاعنا في الغالب ما بنشتغلش ده، تمام، احنا مش بنحاسب على المكالمات دي. دي كل دي اعدادات البيلنج، فانا مش محتاجها. لو انت مظبطها هتلاقي البيلنج ريبورت بتاعك هيطلع لك اهو على الديفولت بتاعي، ان هو الريت بتاعي نص، كل مكالمه تكلفتها قد ايه ومدتها قد ايه. نطلع بره دي، انا مش عايز البيلنج، هنخش على حاجه تانية، هنخش على ريبورت يهمني اللي هو الاسترك نفسه، استرك لوج بتاعي. تمام، ايه الحالات اللي حصلت في الايزابيل نفسه يا جماعه؟ شايفين يعني مثلا هنا كذا باي ايزابيل فلاني فلاني، تمام، لوج معايا تفاصيل ايه عنها. ده مهم قوي بالنسبه لك عشان لو في مشكله تقدر تشوف المشكله بتاعتك ايه. حاجه تانية عندي جرافيك ريبورت، رسم بياني اليوم كام لكام، اكستنشن كام، مثلا 800 احنا كنا شغالين عليه، هقول له شو، هيطلع لي الداتا اللي احنا شفناها بس على هيئه رسم ايه، بياني، كام انكومنج كول، كام مكالمه جات له، كام مكالمه طلعت من عنده معايا، حسب ما انا عايز. ترانك معين الفلاني، ترانك الفلاني ده استقبلت منه كام مكالمه، طلعت منه كام مكالمه. ده مهم بالنسبه لي يا جماعه في ايه؟ مهم ان انا عايز اعرف الخطوط بتاعتي شغالها ايه، دنيتها ايه، الفكره بتاعتها ايه. هنا طالعه بالوقت اهي، شايفين يا جماعه، وهنا طالعه بالايه، بالعدد. عندي حاجة تانية برضو نبص عليها، السمري ملخص، فاكرين الكول ديتيل ده كان تفصيلي. بص بقى السمري يا جماعة، هو هيغيب عشان يحمله طبعا. ادي فتح قدامنا اهو يا جماعة، بص مطلع لي مين اليوزر اللي كان شغال عليه، تمام، على الارقام بالاسامي اللي انا مسيفها، كم مكالمة جات له، كم مكالمة طلعت من عنده، التوتال تايم اتكلم اجمالي قد ايه، المكالمات اللي جايه له، اكمالي المكالمات اللي هي طلعت من عنده قد ايه. لو عايز تفاصيل بتاعته بس هتطلع رسم بياني، خلي بالي من كده، شايفين مكلم مين والدنيا ايه والحاجه بتاعته قد ايه. طيب افرض اللي عايز فلتر معين بنفس الطريقه، من تاريخ كام لكام، اكستنشن معين، انا شغال على 800 اهو المثال بتاعي، هقول له شو، تمام، اهو قال لي 800 اهي، جاي لها 138 مكالمه، طالع منها 118 مكالمه، اجمالي المكالمات ساعة 56 دقيقة،
المكونات اللي خارجه اجمالي بتاعها ساعه و34 ثانيه. لو عايز التفاصيل بتاعتها برضه هقول له ايه فيو. شايفين يا جماعه التفاصيل بتاعتها، ده السمري. اخر حاجه في ريبورت ميزد كول، المكالمات الميزد، ادي الميزد كول اهي تمام، المكالمات النو انسر ما حدش رد عليها. عايز فلتر معين بردك مثلا هقول له السورس، لا الديستنيشن بتاعه المكالمات اللي جايه ل 800 هقول له شو تمام. طيب المكالمات اللي جايه مثلا ناخد مكالمه مثلا بلاش 800 دي، نجرب حاجه تانية هقول له قول اهي، هقول له شو اهي، نجيب مثلا مكالمه خارجيه. شايفين الرقم الخارجي ده مثلا كوبي اهو، ده في الديستنيشن. انا عايز ابين بس يا جماعه ان انا الديستنيشن بتاعي اهو، مش شرط المكالمات الداخليه، انا رقم معين اتصل بيا عايز اشوف ده اتصل على كام مره، الكلام ده كله ايه سبب المكالمه ولا ما سابلهاش. ادي الميز ده اهي، في انا هيطلع لي فلتر عليها. طبعا كل اللي انا بتكلم عليه اي داونلود يا جماعه، اقدر اعمل داونلود عندي للفايل الفلاني للريكورد الفلانيه اللي قدامي دي.